بس انت عملتي العكس. برايك لو انا اللي قفلت الباب وانت جوا، فهميني ليش لحتى اعمل معك هيك شيء؟ انا شو عم العب معك يعني؟ لو سمحتي لا تفكري هيك. كنت مصدقه انك مستحيل تعمل هيك شغلات، بس كنت غلطانه. كمان مسحت اخر مكالمه عندي. شو عملت انا؟ محيت اخر مكالمه عندي. مين يلي اتصل؟ عم اسالك مين اتصل فيني ريشاب؟ شو دخلني؟ كيف بدي اعرف مين اتصل؟ هذا موبايلك مونيشا وهو معك هلا، انت لازم تعرفي مين اتصل. عم تقولي انه رن تليفوني، بس انا ما سمعت الرنه. انا ما سمعت الرنه؟ انا قدرت اسمع الرنه من الحمام. شو عم بتقول انت؟ انت غلطانه. اسمعيني، بتكوني تخيلتي هذا الشيء. عن جد ريشاد؟ لما انا طلبت منك انه ما ترد على المكالمه لانه انا رح اطلع وشوف تليفوني، ليش ما رديت علي وقلت لي انه ما عم بيرن؟ ممكن تجاوبني؟ انت طلبتي مني ما رد على الموبايل؟ ما سمعت هذا الشيء مونيشا؟ ليش ما عم تصدقيني؟ شو هذا ريشاد؟ زودت كثير انت. انا زودتها؟ ليك صار وقت الخطبه هلا، بعتقد لازم نروح. مو حلو هالتصرف على فكره. شو هالورطة هي؟ لك كان موبايلها بإيدي هون، بس ما قدرت أتصرف وأخذ الرقم. كارثة. هالمهمة صعبة علي كتير، مانا سهلة أبداً. شو عمل؟ سمير وشريستي كانوا كتير قريبين من الشخص اللي اسمه مصيبة، بيكونوا شافوه هلأ. شو ساوي؟ بسرعة يلا يلا. لازم تفكر منيح هلا لانه هي عيلتك وانت بتعرفها منيح. شو لازم اعمل هلا؟ كيف بدي اعرف مين ممكن يكون اخذ التقرير؟ لازم نعرفه فورا. وصرخت على ساعي البريد. المدام كارينا. عفوا، شو قصدك بهالحكي؟ قصدك انه هي الوحيده اللي بتصرخ على الناس؟ مو هذا اتهام بشع. ليش هيك عم تحكي عن عمتي انت؟ اسكت شوي، أنا ما عندي وقت لهذا الحكي الفاضي، خلينا نروح فوراً ونسألها. طيب مو مشكلة، امشي يلا. عمتي، التقرير معك؟ تقرير؟ خليني أشرح لك، كاران قصده أنه موظف المشفى بعد تقرير لشيرلين، حضرتك استلمتي التقرير؟ وأنتو كيف بتعرفوا أنه في حدا بعد تقرير شيرلين على البيت؟ أبا ليكي عمتي، انت بتعرفي انه شيرلين فاتت على المشفى بسبب الحادث اللي صار معها؟ نحن كنا قلقانين عليها كثير ولهيك طلبنا يعملوا لها تحاليل، مشان هيك كنا ناطرين يطلعوا. ايه فهمت عليك كارار، انا كثير كنت قلقانه وقت اخذت التقرير. اعطينا التقرير لو سمحتي. يعني انت يلي استلمتي التقرير، وين حطيتيه؟ ما بعرف وين راح، ما عم بقدر لاقيه بنتي. شو عم تقولي عمتي؟ التقرير كتير مهم، وين ممكن يكون؟ صدقني ما بعرف وينه، وقع مني بشي مكان وعم دور عليه لهلا وانا ما عم لاقيه ابدا. تقرير شو اللي عم تحكوا عنه؟ احكي لي لشوف كارينا. تقرير لشيرلين انبعت من المشفى لعنا، وانا اللي استلمته من ساعي البريد، وقع مني وانا ماشي، ومن وقتها ما عم بقدر لاقيه. ما هي كيف بتتصرفي هيك يا عمتي؟ قصدي أقول إنه كان لازم تكوني حريصة عليه، لأنه هذا التقرير مهم كتير، ما كان لازم تضيعيه بهالشكل. يعني هي مشكلة كبيرة. مشكلة؟ مشكلة؟ قصده يقول إنه نحنا ما رح نقدر نطمن على شيرلين بلا التقرير. إيه؟ وهي هي كل القصة. برأيي لازم ما نضيع وقت هلأ، لازم نلاقي التقرير بسرعة. يلا تحركوا. شبك كاران؟ ليش متوتر كل هالقد؟ شو في بقلب التقرير؟ بابا هالتقرير مهم ولازم نلاقيه بسرعة. مهم؟ إيه؟ أنا كارينا طيب وين ممكن يكون وقع؟ أنا وقعته هون أخي. هون؟ إيه. طيب خلينا ندور. دورت كتير عليه وما لقيته. دور هون. صار لازم نبدأ بالخطبة هلأ. الأستاذ كارام معنا والعروس وين يا ابني؟ ما بدنا نضيع وقت، لازم نبدأ. نحن ما فينا نبدأ هلأ. أنا قصدي يعني يا حكيم، ما فينا نبدأ هلأ لأنه العروس تعبانة كتير ومو خارج تجي وتكون معنا. فهمت علي؟ وهي العروس صارت هون، خلونا نبدأ بالخطبة فوراً.
عمتي كارينا شفتي سمير وشريستي؟ لا ما شفت حدا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.